اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة من المطبخ المصري. كلنا عارفين الصعيد الجميل والريف المصري الجميل مشهور بأكلة جميلة جدا اسمها الطبق الكشري الأصفر أو الكشري الإسكندراني أو الكشري البحري، له مسميات كتيرة وعشان مسمياته كتيرة فطعمه بيختلف. شوية سمنة بلدي مع الكشري يتعمل بالزيت زي ما احنا حابين. معانا العدس الاصفر من خير ارضنا وكمان الرز من خير ارضنا، هنعمل طبق كشري بيتكلم مصري. معانا لحمه مفرومه النهارده هنعملها كفته اللحم بصوص المشروم. في اطفال كتير ما يحبوش ياكلوا اللحمه ويحبوا ياكلوا المشروم، والبعض يحب البروتين النباتي غير البروتين الحيواني، مع ان الاثنين بروتين، ده حيواني اللي هو اللحم وعندنا النباتي اللي هو المشروم. ولكن التفاصيل النهارده مع مشروب صحي جميل جدا بيقاوم المناعه ومناعته لطيفه للاطفال بالذات، ومشروب شتوي الكنتالوب بالعسل. ولكن كالعاده الشيف المغازي بيضيف التركايه بتاعته، ورقتين نعناع اخضر مع النعناع مع العسل والكنتالوب بالتاكيد هيبقى طعمه مختلف. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير، واكله الكشري دي انا عاشق ليها، كنت اكلها زمان من ايد امي الله يرحمها. الكشري مع البيض المدحرج، خمس ست بيضات كده في سمنه بلدي مع طبق كشري اصفر، رجعتكم للزمن الجميل. ما تيجوا نرجع كلنا مع بعض، نطلع في فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل الحلقه بتاعتي ببساطة جديدة. تعالوا نعمل مع بعض ازاي طبق كشري بيتكلم مصر. معانا عدس اصفر ومعانا رز مصري، الاثنين من خير ارضنا، ومعانا فص مستكة عشان يبقى الطعم مختلف. وانا عاشق للمستكة لما تخش في جوه العدس كده ويشهد على كده شوربة العدس بالمستكة، بتبقى لطيفة جميلة. وجاية ايام الشتاء هنعمل العدس بكل تفاصيله كذا صنف. شايفين صورة العدس هرم على الشاشة، المقادير عدس اصفر مغسول وتصفت ميته موجود معانا، رز مصري برضو اتغسل وتصفت ميته موجود معانا، وفصين مستكة وملح وفلفل ومعلقتين من الزيت ومعلقة سمنة. بصراحة أنا عايز أضيف معلقة سمنة للطبق الكشري ده، لأن الطبق الكشري ده في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو بيختلف من بيت لبيت. البعض بيحط له سمنة بلدي بيبقى لطيف وجميل. أدي معلقة السمنة بتسيح معايا، واشرب يا عم الشيف شويه الرز السبنه البلدي دول قبل ما يتعرف على العدس. فص من المستكه الحلو يسيح في قلب السبنه كده، اكيد طعم السبنه بيتغير هنا اهو زي الفل. الرز المصري معانا، تغسليه وبعد ما تغسليه تخبيه عندك بالشكل ده كده اهو. للمبتدئين في المطبخ معروف امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، لما بيعملوا الكشري الاصفر ده بتاكل صوابعك وراه. نقلب الرز كده ونحس ان حبيت الرز شربت من السمنه. الاكله دي كنت اعشقها وانا صغير مع البيض المدحرج في السمنه البلدي، عليه شويه ملح وشويه فلفل كده، والواحد ياكل طبق واثنين وثلاثه وكماله. الرز يتقلب كده في السمنه البلدي. بدأت أشم شماخة الرز وشخصية الرز بفص المستكة اللي أنا حطيته أهو. لا ده بياخدش بصل ولا توم، ده غير الرز بالخلطة يا شفيق. بيقول الرز ده ياخد بصل أو تومة؟ لا، هي فص المستكة والسمنة وبعلقة الزيت والرز كده يتفلفل على النار. الكبية المية بتاعت الطبق ده كده، احنا مع بعض اهوت، انا عندي ميه بتغلى على النار وانت عندك براد الشاي بيغلي في المطبخ. كلنا عندنا براد شاي، الكاتل ده كده ميه سخنه وبنحط الشاي اليانسون المشروبات الحلوه دي الجميله، وسعره كلام فاضي يعني. احنا جنبنا حله بتغلي اهيت على النار فيها ميه بس. والله بقى عايزك تجودي وتحط شوربه لحمه شوربه فراخ، مبقاش كشري بقى الطبخه. احنا ميزه الكشري ده لما يتعمل بميه يا اختي يا خالتي يا عمتي يا زينب، يبقى طعم الكشري وطعم العدس وطعم الرز له شخصيته. شايفين العدس مع الرز ازاي كهرمانه كهرمانه، حبات الرز واخده اللون الفضي مع العدس واخد اللون الذهبي، يبقى فض وذهبي الاثنين مع بعض. عايزين حاجه بعد كده فيها طعم المستكه التركيه بتاعت المغازي
معانا مين يا فندم؟ انت في الجيزه ده ساعه زمن تروح الشرقيه تاكل فطير مشلتت وترجع يا راجل طيب. اه شايفين العدس مع الرز حلو قوي. نيجي بقى للسؤال اللي سالناه من شويه عم اشرف بتاع اسكندريه الراجل الطيب صديق البرنامج بيقول لك الميه قد ايه. بص يا عم اشرف انت قاعد بتتابعنا دلوقتي انا عارف انا هنزل بالميه السخنه دلوقتي المغليه بعد ما اسوي العدس كده لغايه لما انت تقول لي ايه ارفع ايدك ارفع ايدك انت مصري. اه ادي الميه اللي بتغلي على النار وحطيت الملح بتاعنا واه الموضوع برؤيه العين. رؤيه العين والنظر. بتقول لي ارفع ايدك بقى يا عم اشرف ارفع ايدك انت مصري. اهزها كده زلزال زلزال. خلص الرز ما تضربش المعلقه ولا اي حاجه. بس هي الهزه ده العيار بتاعه. وهديك نصيحه بقى بتعملي اي رز نوطي النار بمجرد ما يغلي. المفروض هنا توطي النار مباشره يعني اذا احنا على 9 زي البوتاجاز خليه كده على 3 اقسمي على 3 على طول. يعني درجه الحراره مثلا 150 خليها 50. شوف بدات ازاي النار تهدى. هو ده اللي انا عايزه. واغطيه واطلع على الرز لما يستوي. الكشري الاصفر ده الريف المصري والصعيد المصري احجع ناس تعمله. طبعا طريقتك احلى من طريقتي مليون مره. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل كفته اللحم بصوص المشروم. وعشان احضر صوص المشروم واعمل شويه دبريح حلوين من الخضار معانا حله اللي هي كانت بيغلي فيها ميه بنحط فيها خضار اللي هو البوكيه جرنيه اهو دي الطبيعه. والميه دي تغلى عندي واخد الشوربه بتاعتها استخدمها في الصوصات بتاعتي. ليس مكان بينا لمكسبات الطعم. انت هنا بتعمل الطعم بين اصابع ايدك العشرة. جزر، كرفس، بصل، ثوم، طماطم، ورق لورا وحبان كل دول مع بعض. بيدوك شويه شوربه لطاف جمال تقدر تستخدمهم في حاجات كتيره قوي في كل الصوصات اللي انت حباها. نحط فصين حبان ورنفل كده ورقتين لورا. شوط الشوربه دول مهمين جدا. ممكن على فكره زي ست الكل اللي اتصلت من شويه المقادير على الشاشه مقادير كفته اللحم بصوص المشروم. لحم مفروم ضاني او كندوز اللي عندك، توم وبصل، معانا توست منقوع في حليب، ومعانا مشروم وملح وفلفل وشويه بقدونس. هي دي المقادير البسيطه السهله. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. ولكن عايز انوه عن حاجه مهمه جدا. زي ما قالت الاخت من شويه احنا معانا شوربه لطيفه وجميله، مفيش مانع بعد الرز ده ما يشرب ميته ناخد شويه شوربه من دولت نغذي بهم الرز، ده تجويد. الرز بقى ده تبص على الصوره الحلوه، شفت الفقاقيع وشفت مكان الغلو؟ لا الصوره بروزها كده احطها على الشاشه، والله بتتكلم مصري، ايه الجمال والحلاوه ده؟ ايه ده؟ ايه الحبات الرز بتقول تحيا مصر، والحبات العدس بتقول تحيا مصر. ويا سلام لو ضفنا بقى شويه شوربه من الاعداد كده طعمه هيختلف طبعا ويبقى لطيف. معانا مين؟ طيب نبدا نشتغل في الكفته بتاعتنا زي ما احنا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الخلاط وعايزك تعملي الكفته بطريقتي هتعجبك على فكره. في تريكايه كده هنتعلمها النهارده من عمايل الكفته. الكفته بتفك مننا يا شيف مغازي عينيا. الكفته بتفرط مننا يا شيف مغازي نعمل ايه؟ انت امان امان تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الخلاط ده ايه بشغال ونجرب فيه قبل الهوا ونعمل ويجي ساعه الهوا ما يشتغلش. يا الهي ادي اللحمه المفرومه هناخدها بالشكل ده كده اهي بتجيبها من عند الجزار. لحم ضاني كندوز زي ما انت حابه ولكن ايهما افضل يا شيف؟ النص ونص. يعني جيب حته لحمه كندوز حلوه كده مفروم عليها ايه حته لحمه ضاني هتبقى انت كده ايه دسامة متوسطة. معانا توست حاطينه في حليب اهو ده توست اهوت ابيض بتشيل الاطراف بتاعته وبنحطه في شوية حليب. حطينا اللحمة المفرومة وحطينا التوست مع بعض حلو قوي. نعمل ايه يا عم الشيف؟ عايزين نعمل شوية كفتة حلوين من ايدك. بصلاية ناعمة ولما تحطي بصل على لحمة وتوست زي ده كده لازم البصلات تكون مفرومة. انصحك ما تحطليش بصله متقطعه مكعبات مش هتتفرم في قلب الخلاط. وادي توم كمان مفروم ناعم هرم غذائي هنا اهوت. توست واللحمه المفرومه كل دول مع بعض
ونضربهم في قلب الخلاط. اللهم صل على النبي. يلا مع السلامة. بس خلص الكلام، ما شاء الله عليك. شفتوا اللحمه شكلها عامل ازاي؟ بيسالوني في الكنترول ليه حطيت توست منقوح في حليب. انا ما بستخدمش البرغل ولا البقسماط في اعمال الكفته اللي بتاخد صلصه. ليه يا عم الشيف؟ دايما التوست المنقوح في الحليب بيدي شخصيه لحته اللحمه، ما يخليهاش تفرط منك او ان هي تفك منك في قلب الايه الصلصه. جربيها كده وشوفيها. هنشوف مع بعض الكفته دي علشان مطلوب مننا نطلع فاصل. اللهم صل على النبي. اهي شفتي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي تعمليها باشكال هندسيه بقى انت حباها. هنسويها في الفرن او تتحمر في الزيت، بس انا هسويها في الفرن. هنشوف الكلام ده ان شاء الله بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل كفتة اللحم الضاني بصوص المشروم، ومعانا طبق بيتكلم مصري، الكشري البحري الجميل بالعدس الاصفر، ومشروب للمناعة عشان اطفالنا الحلوين، الكنتالوب بالعسل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. مجهزين طاسه هنشوي فيها اللحمه، ومعانا حته اللحمه بتاعتنا طلعناها من قلب الكبه اهي باينه على الشاشه قدام حضراتكم، ما قربناش منها. كل القصه دلوقتي ان انا هبدا ان انا احمرها. حلوه. عندي بلانش خشب، احط عليها شويه زيت كده. هتقولوا لي حطيت ليه زيت يا شيف؟ نصبر شويه ونشوف. وامسك الزيت ده كده على الخشبة الحلوة دي كده ولمعها كده بالزيت، ومعايا مية بحط ايدي في المية كده ولمس المية بايدي، وامسك الكفتة دي ايه اعملها زي داوود باشا كده. طب ليه المية؟ علشان ايدي تتسلك من الكفتة. طيب ليه الزيت؟ علشان حتة الكفتة ما تمسكش في الخشبة. موضوع بسيط خالص، والاجابة واضحة بالصورة وبالكلام. ودايما يقول لك الصورة تعني ألف كلمة، بس على شاشة القناة الأولى تعني مليون كلمة. شفت ازاي؟ ايه اللحمة المفرومة دي يا عم الشيف؟ تاني التوابل، حطينا توست، حطينا يا عم الشيف التوم والبصل. هعتمد طبعا على ان انا هعمل دلوقتي صوص مشروم لطيف. معايا مشروم طازة، ومعايا بقدونس مفروم ناعم، ومعايا توم، ومعايا بصل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هقطع المشروم ده واحمره مع بصل وتومه حلو، ومعايا شوربة على النار، بوكيه جرنيه بتغلى على النار، ونعمل شويه ايه صوص مشروم لطاف كده. الكفته دي تعوم في قلبيهم بعد كده. يبقى اللي عايز ياكل مشروم ياكل بطعم اللحمه، واللي عايز كفتة اللحمة ياكل لحمة بطعم المشروب، وهكذا. عايزك بقى تشتغلي بنفس التكنيك ده كده وانت شغالة، بتعملي كبيبة، بتعملي كفتة. الزيت على البلانشة الخشب او على الطبق اللي بتشتغل عليه، وايدك جنبيها شوية مية حلوين كده بالشكل ده كده. تخلصي حتة اللحمة تلاقي ايدك طالعة من اللحمة زي الشعرة من العجينة، مفيش اي اثر خالص. الشكل الحلو على الشاشه ازاي؟ فرحان بحته اللحمه وانا بكورها كده. اي كفته تعمليها. وانا شغال كده تتعلمي حاجات صغيره، تركيات صغيره بتنفعك في المطبخ، بتديكي ثقه كده انك تقف في المطبخ عارفه كل حاجه، خاصه للمبتدئين في المطبخ.
هتحمر الكفته دي كلها فين يا عم الشيف؟ في طاسه على النار بتسخن، احط فيها دلوقتي معلقتين زيت صغيرين ونشيل الحاجه دي من هنا، اللهم صل على النبي كده، وننظف نفسنا والحاجه كده اول باول. مطبخك رايق وزي الفل. انا ضد اللي تقف في المطبخ في زحمه وفي كركبه، وطب اساعدك في حاجه، طب اعمل معاكي حاجه، احنا ما بنعملش حاجه، الموضوع بسيط ولطيفه. مكان بشتغلنا طاسه سخنت معانا زي الفل، نحط فيها شويه زيت، اللهم صل. لا الكشري انساه، الكشري انا مهدي النار عليه خالص، يقول لك انت على الكشري لما يستوي. ادي معلقه الزيت الصغيره اللطيفه الحلوه اهي، تمام. ونبدا ان احنا ايه يا عم الشيف، نحط اللحمه دي في قلب الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب الشوايه، في قلب الكسروله. بس انا هعمل برضو حاجه حلوه كده معايا، ده نعناع اخضر. ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايه الروقان ده؟ ايه الروقان ده يا راجل يا طيب؟ ده بصل اخضر، باخد الورق بتاعه، يا رايق يا رايق اهو، واخد الكفته بتاعتي اهو، الله على الريحه. زي ما انا شغال، ابا يلا. طبعا دي هتخش الفرن دلوقتي بعد ما نرصها كده في قلب الصينيه، ونجهز صوص المشروب بتاعنا اللي انا اتكلمت عنه من شويه. عايزك في المطبخ زي الشيف المغازي كده، تفرحي انك بتعملي الحاجه تطلع معاكي حلوه. هتقولي ليه حطيت نعناع وبصل اخضر؟ مش هجاوب غير لما نشوف في الاخر دي هتعمل لنا ايه. زي الفل يا عم الشيف، زي ما هي كده. درجة حرارة الفرن عندي 180، نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. ايه الاخبار؟ والشبكة جاهزة. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حيرتني، اللهم صل على النبي. معانا الشوربة فاكرينها؟ يا ويلي يا ويلي، يا دلعك يا دلعك يا مغازي. يلا ناخد الصينية دي يا عم الشيف زي ما هي كده اهي. يلا اساتذه المصورين حبايبي، دي مكانها فين؟ على الشبكه اهي. وجيب لي الصوره الحلوه اللي فيها الخبره الطهويه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. فين الجمال؟ هو ده، العب. يلا هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونروق الدنيا كده، ونرجع نعمل مع بعض الكشري بتاعنا الجميل الحلو، نبص عليه قبل ما نطلع فاصل، ونعمل عصير المناعه للاطفال الحلوين، وكمان نشوف الكفته ايه البصمه بتاع، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جيب التفاصيل، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الله ينور يا شفيق، ايه ده؟ هو ده. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الكشري بتاعنا ده هنقدمه ازاي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشوية كشري فكرونا بالزمن الجميل وزمن الطبلية الحلوة. بيض بقى مفقش في سمنة بلدي ماشي، البيض ينزل على الكشري وهو في مرحلته الأخيرة من السوى ماشي، بيض يتسلي ويتقشر ويتدحرج في السمنة البلدي ماشي، زي ما انت عايز. عشان كده بقول الأكلة دي بتختلف من بيت لبيت، وخاصة في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مسبيرو، اللهم صل على النبي. هو ده. لا شوف، انا عايزك تجيب لي التفاصيل بتاعت شويه الرز مع الكشري، كل واحد يتنافس على شخصيته، والاثنين من ارض واحده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ وطعم المستكه هنا ما اقولكيش. ده الجديد، فص المستكه اللي انا حاطه هنا طالع في البخار اللي طالع ده كده. مش ريحه العدس وبس، ريحه المستكه كمان. وبعدين اول حبه زي اخر حبه، سبحان الله، ارض طيبه. يعني مفيش شويه رز راكنين في حته ولا شويه عدس راكنين في حته نيجي نفتح الحله نلاقي نصها عدس ونصها رز خالص. ناخد البصلايه الحلوه تنزل تتناثر، وكمان البصل يعني الطبق ده مصري ثم مصري ثم مصري، واللي بيعمله مصري.
يلا تعالوا مع بعض نعمل حاجة حلوة دلوقتي، نعمل صوص المشروم اللي هي الكفتة بتاعتنا في الفرن. بس عايز أبص على الكفتة دي عشان الكل دلوقتي يقول لك الشيف المغازي حط نعناع ليه وبصل أخضر، وإيه اللي جاب النعناع على البصل الأخضر، الراجل دي بيعمل إيه مش عارفين. شوف الدنيا مع بعض، بص على الفرن كده، بص على الفرن وصلي على الحبيب قلبك يطيب. هسيبك انت اللي تقول مش انا. قول قول. الله يرحمك استاذ فؤاد المهندس. الكفته دي يا باشا بقى البصل الاخضر والنعناع اللي انا حطيته ده حصانه، وخلى الكفته تستوي واخدها كده من قلب الفرن واكلها. شفت ايه ده؟ لوزه لوزه لوزه. لوزه يا شفيق، لوزه. اللهم صل على النبي. هسيبها كده تكمل سواها في درجه حراره فرن عاليه ونشوف المشروب هنشتغل فيه ازاي. طاسه على النار شديده الحراره، سكينه حاميه. حلو. وناخد المشروم ده كده نقطعه. حاضر. عينيا تستاهلها والله. دي لكل الساده المشاهدين، ورده حمراء. ناخد المشروم ده كده. حلو. التقطيعه دي مهمه. المشروم منتج غني جدا للبروتين النباتي، ومعانا كفته في الفرن بروتين حيواني، فاصبح الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه للصغير والكبير. مش عايزه تاكلي كفته، كلي صوص المشروم اللي انا عامله ده كده. طاسه على النار، وهنا مدرسه برضو لان داخلين على ايام الشتاء واطباق الشوربه مهمه جدا. ازاي نعمل يا شيف مغازي شوربه المشروم بالكريمه؟ وانا شغال معاكم كده. ده عود زعتر حلو، بحط على الزعتر ده معلقه زيت صغيره. حلو. مكعب زبده. شفت المطبخ؟ شفت شقاوه المطبخ؟ اصبحت الزبده خدت طعم الايه؟ الزعتر والروزماري. ننزل بالبصلية الناعمه. يا ويلي يا ويلي. ننزل بتومه ناعمه. تحميره حلوه، لفه حلوه، دورانه حلوه مع عود الزعتر. ننزل بالمشروم بتاعنا، كل ده مع بعض. الله. والتقطيعه دي مهمه جدا عشان عنوان وعماره المشروم تبان بنفس الطريقه اللي انا بقطع بيها. ونقلب دول كلهم مع بعض. انا مبسوط ان انا معايا بوكيه جرنيه شوربه بتغلى على النار. ممكن الشوربه دي تكون شوربه فراخ، تبقى عملت شوربه المشروم بالفراخ. ممكن تكون شوربه لحمه، تبقى عملت شوربه المشروم باللحمه، توابل الكفته، ملح وفلفل، بابريكا. شويه الملح الحلوين، كل ده على المشروم يا شيف. شويه مشروم، شويه صوص مشروم، حكايه. كفته في الفرن. كفته بتاعتنا في الفرن. حبيت المشروم كده خدت شكل تاني وطعمي تاني. معانا الميه بتاعتنا الجميله الحلوه، اللهم صل على النبي. يلا يلا. هو ده هو ده هو ده. حلو قوي. دي شوربه مشروم. شوربه مشروم. معلقتين كريمه لباني تبقى شوربه المشروب بالكريمه. صدر فرخه متقطع في قلبيها تبقى شوربه المشروب بالدجاج والكريمه. معاها قطع لحمه تبقى شوربه المشروب باللحمه، وهكذا. بس طبعا اشهرهم شوربه المشروب بالفراخ، ده معروفه طبعا. معانا نشا. معلقتين بنقلبهم في ماء بارد عشان القوام. بديل للنشا نحط كريمه لباني اختياري، بس الكفته اللي انا عاملها مش عايزه كريمه لباني. ننزل امتى يا مغازي بالنشا على الصوص بتاعنا بمجرد ما يغلي؟ ومقادير الكشري على الشاشه يا ست الكل. شايفين الصوص الحلو ده كده؟ ازوده تاني شويه صوص. الله. الانيميا، السكر، الضغط، دي مش امراض يعني، دي حاجات متزامنه
يبقى الواحد مثلا الاكل الحاجات ديت. ولكن احنا على الصفحه بتاعتنا صفحه اكله امي فيها اكلات كتير انا عاملها للمناعه وتقوي المناعه، والاكل بتاعنا ده والله بيقوي المناعه، ما فيهوش اي يعني هيلث، ما فيهوش اي دسامه ولا اي حاجه خالص. شايف الصوص المشروم لطيف وجميل ازاي؟ تعالوا مع بعض نقدم طبق الكفته بتاعتنا عشان نعمل العصير بتاعنا الحلو الجميل، ونطلع كفته من الفرن نشوف اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. كفته بطريقه جديده عينيه، طلع كفته من النار. اللهم صل على النبي. تعالوا بقى شوفوا الايه التركيه بتقول ايه هنا بقى، واحنا مع بعض كده خطوه خطوه. بص معايا، بص معايا بالله عليك، شفت ايه الحلاوه؟ شوف الحلاوه اللي جايه دي كده، هو ده اهو، ده المطبخ اهو. القوام وانا بعمله بتاع المشروم مد فرصه ان هو لسه ياخد شويه صوص البهريز ده، البهريز اللي لازم بالكفته ده. بيتكلم خبره طهويه اهو، في طعم النعناع مع طعم البصل مع التتبيله، هو ده كله بيغلي مع بعض اهو. هو ده خلاص، واخد الكفته دي زي ما هي كده. الله، ده اللي بنهو بتغلى على النار، مش انا قلت هنسيب اللحمه وناكل الكفته اهو. اه الله، فكت يا راجل يا طيب، مش بنهزر. شايف النعناع والبصل الاخضر في قلب الطاسه ازاي؟ اعملها بالطريقه دي كده وقولي رايك فيها للامانه يعني. مش لازم الحاجه بقى تتحمر، لا يا ما هي متحمر، بص شكلها اهي، حاضر اوريها لك اهي اهي محمر اهي اهي. تاخد واحده كمان واحنا مع بعض اهو، شفت الحمار من تحت زي الفل اهو. وبعدين فيها طعم البصل مع النعناع، لان انا حاطط كمان توم. على فكره لو عندك طبق مكرونه سباكيتي بالكريمه وبالطماطم وتحط اللحمه دي على وشه كده هتدعي لي. تاني يا شيف، جيبي مكرونه سباكيتي اسلقيها، بعد ما تسلقيها حط عليها شويه زبده شويه كريمه لباني، تحطها في الطبق ورص الكفته دي عليها بلال مشروم عينيه. طريقه تانيه، عندك رز ابيض برضو نفس الطريقه، اختياري يعني، انا بشرح لك الامور وانت حره. شيل دي من هنا عينيه. ناخد الصوص اللطيف ده كده. انا عايزك تبص على الصوص ده قبل ما انزله بالله عليك، شايف ايه ده؟ ايه التناغم ده؟ هناخده كده زي ما هو. اللهم صل على النبي. ازاي عملنا كفته اللحم بالصوص المشروم؟ التركايه الاولى، حمرنا البصله والتومه مع عود زعتر في قلب الزبده، وبعدين نزلنا بالمشروم والبوكي جاردي السائل بتاعه او الميه بتاعتنا، وفي الاخر يعني اي مكسبات طعم معايا حضراتكم شاهدين على كده. الف هنا وشفا للي ياكل. تعالوا نعمل عصير المناعه مع بعض، ازاي نعمله بطريقه سريعه وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وهنشتغل في عصير، هنشتغل في حلويات الطبيعي، بنروق المطبخ بتاعنا ونغير الجلافز بتاعنا والسكينه بتاعتنا والبلانشه بتاعتنا عشان بنشتغل في فواكه. واحنا مع بعض كده واحده واحده، ومقادير العصير على الهوا. كانتالوب، الله، نعناع، عسل، مشاكل المناعه، مشاكل الانيميا في العصير ده. حلو، هو ده. الله، يا عم استنى لسه ما قلتش حاجه. حلو، ناخد الكنتالوب اهو زي الفل، ومعانا العسل، ومعانا ورقتين نعناع اخضر حلوين، والمقادير شفناها على الشاشه. طبيعي بنزل بالكنتالوب ده كده في قلب الخلاط. الله، الكنتالوب عند الفكهاني بنعرفه حلو ازاي يا عم الشيف؟ واحنا بنشتريه بيبقى فيه كده كنتالوبايه نشمها بالريحه، شم ريحه الكنتالوب ليه روحها حلوه، تعرف ان هي حلوه زي الفل. وتاخد الكنتالوبايه، الفكهاني اللي قال بصراحه يعني، والناس دي عندها خبره اكيد، لازم نستفيد بخبرتها. ناخد الكنتالوبايه الناعمه، والبعض يقول لك خد الخشنه، وهو الموسم بتاعه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله زي الفل، الخلاط اتملى كنتالوب، نملاه عسل بقى عشان تبقى ايامنا كلها اللي جايه ان شاء الله عسل اهو. ايه الحلاوه دي؟ وداعا للانيميا، وداعا لاي مرض من الامراض اللي هي بتاعه الكورونا ومشاكل الجهاز التنفسي. يقوي المناعه لكل حاجه، البرد
العسل مع الكنتالوب زي الفل. ورقتين نعناع حلوين. ماء مثلج. الله، الميه نازله عن كنتالوب بتغني. نضرب الخلاط بتاعنا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هو ده، خلص الكلام. انا عايز الحلقه تخلص بسرعه عشان اخد كوبايه عصير من ده. للامانه احلى فطار ده. جوزك متعود يشرب قهوه كل يوم، قول له المره دي يعني جرب، بلاش القهوه على الريق، بلاش القهوه على معده فاضيه، واعمل له عصير ده قبل ما ينزل. هيتنه طول النهار راضي عليك وبيدعي لك. والله العظيم اسمع كلامي بس. اي معلقتين عسل وحته كنتالوب طلعناها من الثلاجه، قطعناها وضربناها في الخلاط مع ورقه نعناع. نعناع بيريح المعده، الجهاز الهضمي. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها افكار طهويه، فيها خبره طهويه. بدايه من طبق الكشري اللي عملناه، الكشري الاصفر، فص المستكه اللي حمرناه في الزيت قبل ما ننزل بالرز والعدس، حلو قوي. كمان كفته اللحم بصوص المشروم، التركايه يا شيف مغازي، النعناع والبصل الاخضر اللي حطيته في الطاسه قبل ما انزل بالكفته عشان احمرها، بالاضافه طبعا للتوست المنوع في الحليب اللي خلطته مع اللحمه المفرومه، بديل للبقسماط والبرغل. تفاصيل صغيره بسيطه سهله، ولكن طريقها بتودينا لطريق النجاح، بتخلي عندك ثقه في انك تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه لطيفه وحاجه حلوه جديده. فكل يوم لحمه، كل يوم فراخ، بس ان احنا نعمله كل يوم بطرق مختلفه هي دي الشطاره. يعني رؤيه وفن وابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.